أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال ربكم ادعوني يستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، حمدا حامدين، حمدا شاكرين، حمدا صابرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئه مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من المساءات، وترفعنا بها عندك أعلى درجات، وتبلغنا بها الصلايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تب العفو، فاعف عنا ووالدينا ومؤمنا ومشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دالا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظلوما إلا نورته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظلوما إلا نورته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة من حوائجنا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا، واجعل الحياة زينة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل ديننا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإيماننا إيمان المؤمنين، وإسلامنا إسلام المسلمين، وصلاتنا صلاة الخاشعين، ودعاءنا دعاء المستجابين، وأعمالنا أعمال الصالحين، وتعبدنا تعبد القانتين، ونيتنا نية المخلصين، وأهلنا أهل المتقين، وأموالنا أموال المتصدقين، وذنوبنا ذنوب المستغفرين والتوابين والتائبين، وعلمنا علم الفقهاء، وحياتنا حياة العلماء، وموتنا موت الشهداء، ودخلنا الجنة أبرار نبينا والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، والصديقون والشهداء والأولياء والصالحين، وقنا عذاب النار، ولا تجعل بأهل النار منهم الشهادين وكافرين وفاسقين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذك من العجز والكسل، ونعوذك من الجبن والبخل، ونعوذك من غلبة الدين وظهر الرجال. اللهم إنا نعوذك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم. ربنا تقبل منا دعانا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وتقبلنا وتوشنا عملنا،
وآتي وتلاميذ سورة ياسين قال بالقرآن تتم ذكر حكيم صلواتنا وتهليلنا ورجاءنا لإخواننا المرحومين والمرحومة إلى مرحومين والمرحومة من إخواننا في إلى رحم إنك السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم دعوانا فيها أسبان وموت حياتنا فيها السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.